السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن احد الهدايا الربانيه للرضع والاطفال اللي بيزود ذكاء الاطفال وبيعزز التطور العقلي للرضع والاطفال، بيساعد الاطفال الرضع على الكلام وتعزيز التطور اللغوي للطفل، بيساعد الطفل على التركيز وبيقلل النسيان، وفوائد تانية كتير هنتعرف عليها بالتفصيل في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للآخر. في البداية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الأوميجا 3. كتير منكم بيسمعوا الكلمة دي وكتير منكم بيسمعوا ان الأوميجا 3 ليه فوائد كتيرة جدا. في الفيديو ده هنقول ايه فوائده وهنقول مصادره وازاي نخلي اطفالنا يستفيدوا من الفوائد الكبيرة جدا بتاعة الأوميجا 3. اول حاجة، الأوميجا 3 بيدخل في نمو المخ، علشان كده ليه فوائد كبيرة جدا للأطفال. أول حاجة، بيعزز التطور العقلي للأطفال، بيزود ذكاء الأطفال، بيساعد الطفل على التطور اللغوي وبيخلي الطفل يتكلم في ميعاده وما يتأخرش. الأطفال الكبار اللي في المدرسة بيزود تركيز الأطفال، بيقلل كتير من النسيان وبيزود تحصيلهم الدراسي، كمان بيزود قدرات الأطفال على التعلم وبيساعدهم على القراءة والكتابة بسهولة. كل دي فوائد بناخدها من تأثير الأوميجا 3 الساحر على المخ، وعلشان كده الأوميجا 3 بنستخدمه في حالات كتيرة جدا ليها علاقة بالفوائد دي. يعني بنستخدمه في حالات تأخر الكلام عند الأطفال، بنستخدمه مع الأطفال اللي بينسوا كتير، بنستخدمه مع الأطفال اللي تركيزهم قليل، بنستخدمه علشان نزود التحصيل الدراسي للأطفال، بنستخدمه علشان نعالج حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، بنستخدمه لعلاج صعوبات التعلم عند الأطفال. كل دي فوائد واستخدامات للأوميجا 3 مع الرضع والأطفال. الفايدة التانية للأوميجا 3 إنه بيقوي مناعة الأطفال وبيقلل كتير من معدل إصابتهم بالأمراض. الدراسات أثبتت إن الأطفال اللي بياخدوا احتياجاتهم من الأوميجا 3 بشكل كامل معدل إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي بتبقى أقل بكتير جدا من الأطفال اللي ما بياخدوش احتياجاتهم بشكل كامل. الفايدة التالتة، الأوميجا 3 بيحافظ على صحة العين وبيساعد الطفل على التطور البصري. الفايدة الرابعة، الأوميجا 3 مهم جدا للبشرة، بيحافظ على صحة البشرة وبيزود نضارتها وبيزود نعومتها، وكمان بيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. كمان الأوميجا 3 مهم جدا للشعر، بيحافظ على صحة الشعر وبيقلل كتير من تساقط الشعر. الفايدة الخامسة، الأوميجا 3 بيقوي عظام الأطفال وأسنانهم وبيعزز التطور الحركي للأطفال. الفايدة السادسة، الأوميجا 3 بيحسن الحالة المزاجية والحالة النفسية للطفل. دراسات كتير أثبتت إن الأطفال اللي بياخدوا احتياجاتهم بشكل كامل من الأوميجا 3 بتبقى حالتهم النفسية والمزاجية أفضل بكتير جدا، وكمان الكبار اللي بياخدوا احتياجاتهم من الأوميجا 3 بتبقى معدل إصابتهم بالاكتئاب أقل بكتير جدا وحالتهم النفسية بتبقى أفضل. الفايدة السابعة، الأوميجا 3 بيحمي الأطفال من الإصابة بحساسية الصدر، ودراسات تانية وجدت إنه بيحمي الأطفال من الإصابة بمرض السكر. الأطفال الرضع اللي بياخدوا احتياجاتهم من الأوميجا 3 نسبة إصابتهم بعد كده بمرض السكر أو بحساسية الصدر بتبقى قليلة جدا مقارنة بالأطفال اللي ما أخدوش احتياجاتهم بشكل كامل. دي كده أهم فوائد الأوميجا 3 للرضع والأطفال، ولكن تظل فايدته في نمو المخ وتعزيز القدرات العقلية للطفل وزيادة الذكاء هي الفايدة الأشهر أو الأكبر للأوميجا 3. طيب ازاي نخلي الاطفال ياخدوا احتياجاتهم كامله من الاوميجا 3؟ اول حاجه لازم نعرف الطفل بيحتاج قد ايه من الاوميجا 3 في اليوم. في اول سنه من حياه الطفل، الطفل بيحتاج تقريبا نص جرام من الاوميجا 3 كل يوم. من عمر سنه لثلاث سنوات، الطفل بيحتاج تقريبا 7/10 من الجرام من الاوميجا 3 في اليوم. من عمر 4 سنوات لعمر 9 سنوات، الطفل بيحتاج 9/10 جرام من الأوميجا 3 كل يوم، وأكبر من 9 سنوات الطفل بيحتاج 1 جرام من الأوميجا 3 كل يوم. دي كده احتياجات الأطفال الرضع والكبار. طيب إزاي نقدر نوفر احتياجات الطفل أو ياخد احتياجاته بشكل كامل؟ هنعرف ده من خلال المصادر الغنية بالأوميجا 3. وأول المصادر الغنية بالأوميجا 3 هو حليب الأم، لو كانت الأم بتاخد الأكلات الغنية بالأوميجا 3.
والنقطة دي تحديدا أنا بدأت بيها علشان الأمهات اللي عندهم أطفال رضع ودايما بيقولوا يا دكتور ندي الأطفال الرضع الأوميجا 3، إجابتي حضرتك كلي الأكلات الغنية بالأوميجا 3 هتنزل للطفل في الحليب بتاعك وهيستفيد منها بشكل أفضل بكتير جدا من إن إحنا نديله أدوية. علشان كده الأمهات اللي بيرضعوا طبيعي لازم يهتموا بالأكلات الغنية بالأوميجا 3 اللي هنقول عليها دلوقتي. تاني حاجة، الحليب الصناعي بيبقى مضاف عليه الأوميجا 3 على صورة الـ DHA، وده برضه مهم جدا في توفير احتياجات الأطفال الرضع من الأوميجا 3. يبقى الأطفال الرضع بياخدوا جزء كبير من احتياجاتهم من خلال حليب الأم، لكن لازم الأم تكون بتاكل الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 أو من خلال الحليب الصناعي لو كان الطفل بياخد حليب صناعي. طب ايه الأطعمة الغنية بالأوميجا 3؟ أول وأغنى الأطعمة دي هو زيت كبد الحوت، وزيت كبد الحوت طبعا احنا مش بناكله لكن بندخله في الأدوية اللي بتحتوي على الأوميجا 3 بتركيزات عالية، لكن عندنا أسماك تانية نقدر ناكلها وغنية جدا بالأوميجا 3 زي السلمون والمكريل والسردين والتونة. الأربع أسماك دول من الأسماك الغنية جدا بالأوميجا 3 ونقدر نديهم للأطفال من بعد الشهر السادس، لكن تبقى مسلوقة أو مشوية ونهرسها كويس جدا أو نضربها في الخلاط ونقدمها للطفل. وطبعا الأطفال الكبار بيأكلوا الأسماك عادي. طيب لو الطفل مش بيحب الأسماك نقدر نديله الأوميجا 3 منين؟ عندنا مصادر تانية للأوميجا 3 من أهمها المكسرات وخاصة الجوز أو عين الجمل والصنوبر وفول الصويا. التلاتة دول برضو من المصادر الغنيين جدا بالأوميجا 3. كمان الأوميجا 3 موجودة في بعض الخضروات اللي لونها أخضر غامق زي السبانخ، وكمان الأوميجا 3 موجودة في بذور الكتان أو في زيت الكتان اللي احنا بنقول عليه في مصر الزيت الحار. كمان موجود نسب من الأوميجا 3 في صفار البيض والحليب واللحوم الحمراء. دي كده أهم مصادر الأوميجا 3 واللي لازم نعتمد عليها في توفير احتياجات الجسم من الأوميجا 3 سواء للأطفال أو للكبار. زي ما قلت لحضراتكم الأطفال الرضع هياخدوا جزء كبير جدا من الرضاعة سواء الطبيعي أو الصناعي، ولما الطفل الرضيع يبدأ أكل لازم نديله الأكلات دي بشكل منتظم علشان ندي للطفل احتياجاته من الأوميجا 3. ويظل دايما المصادر الطبيعية للأوميجا 3 هي الأفضل بالنسبة للأطفال وللكبار كمان. والكلام هنا بوجهه لكتير من الناس اللي دايما لما بنيجي نتكلم عن فيتامين معين أو حاجة معينة أول حاجة بيسألوا عليها يا دكتور قول لنا الأدوية اللي فيها كذا. طب ما بدل ما نطلع نجري على الأدوية ما ندور على الأكلات المفيدة اللي ربنا خلقها بشكل طبيعي واللي فايدتها هتبقى أفضل بكتير جدا من الحاجات اللي الإنسان صنعها. الأدوية بتبقى بوصف الطبيب المعالج على حسب حالة الطفل، هل الطفل ده محتاجين إن احنا نديله أدوية أوميجا 3 ولا لا؟ لأن الأوميجا 3 بالمناسبة لو اتاخد بمعدلات كبيرة جدا ليه بعض المشاكل ممكن يسبب حدوث النزيف. علشان كده ما تديش أدوية أوميجا 3 لطفلك من نفسك، لازم الطبيب المعالج هو اللي يقول الطفل ياخده ويحدد النوع الصحيح والجرعة الصحيحة ويقول الطفل يمشي عليه قد إيه، ما تديهوش لطفلك من نفسك، لكن اعتمدي على المصادر الطبيعية من الأكل اللي أنا قلتها لحضراتكم في الفيديو ده. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن فوائد الأوميجا 3 للرضع والأطفال، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.